في الجنة بسماع الأوتار والجلوس مع الأبكار وقطف الثمار تحت ظل الأشجار ليأنس برؤية واحد هو العزيز الغفار. أسأل الله أن يجعل القرآن شفيعا له عند رب العالمين. أحبتنا الكرام، أرى الجميع الآن في اشتياق لسماع هذا الصوت المرتقب والمميز، إن كان عبر موجات الإذاعة أو عبر الأشرطة المسجلة أو عبر شبكات الإنترنت العالمية. القارئ الذي له في قلوب العالمين حب وعاش وتربى في جدران بيت عشعش في قلبه القرآن وعلما من أعلام الإذاعة المصرية ومن أعلام التلاوة بمحافظة الغربية وقد أنار الليلة الشرقية، فهو شرف لجميع قراء مصر في كل مكان. العلم القرآني والقطب الإذاعي والقلب التقي النقي أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وحسبنا فيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة مع قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وملك المقامات الصوتية في التلاوات القرآنية، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الدكتور عبد الناصر حرب، جعل الله من اسمه نصير محرك للقلوب ومحرك للآذان والأجساد. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق وأن يتجلى عليه رب العالمين بنفحات القرآن وأن يفتح عليه فتوح العارفين وأن يشرح له صدره وأن ييسر له أمره وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يتفضل فضيلته الآن مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما من أجر إلا
إلا من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله عليك يا محرك القلوب. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. حاضر 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 حاضر. صدق الله العظيم. على المحافظات ايه المفروض؟
وتوكل على الحي وتوكل على الحي وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. خبيرا الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن 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 فاسأل به خبيرا.
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق الله العظيم. تبارك الذي جعل في السماء برجا جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الله يحفظه من يتكبر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا عباد الرحمن اللهم اجعلنا من عباد الرحمن يسر يا رب. حاضر
وعباد الرحمن وعباد الرحمن كسبنا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سجارة بس يا جماعة سجارة السجاير بس بعد اذنكم تدخن سجاير هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما بيقعد يهز والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الله أكبر عليك يا
عباد وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفارا رحيما صدق الله العظيم. عليك يا اخي تعليق يا محرك القلوب. عفو يا عم الله يبارك سيدي شيخنا الله يحفظك يا محرك القلوب ملك اللقمات الله يحفظك ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب. ايه حاج عصام يا سيدنا حاج انا مؤكد قول يا رب نسأل الله المدد نسأل الله المدد لنا ولكم يا رب. حاضر حاضر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر.
عليك يا دكتور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما يعني احنا بنقولوا اذا مروا باللغو مروا كراما بلاش لغو بقى ينفع اللغو ده خلاص ايه يا شيخ عبد الله اللي هي بتقولوا اذا مروا باللغو مروا كراما ما ينفعش كده مش وقت الحكايه مش وقت مش وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الله يحفظك الله يبارك لك الله يبارك لك يا أخي حق وحيد وحيد والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
آتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. لله قوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله مصيرهم ليكون من غرس الهدى بستانا. هكذا أيها الأحبة الكرام عشنا في رحاب القرآن الكريم، ومن سورة الفرقان كانت التلاوة للعلم القرآني والقطب الإذاعي الكبير، وقارئ
اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وعلم التلاوه بمحافظه الغربيه والذي انار الليله الشرقيه. القارئ